بسم الله الرحمن الرحيم. انهينا في المحاضرة السابقة موضوع النهايات، واليوم إن شاء الله راح نشوف موضوع الاتصال. فزي ما حكينا تشابتر 1 راح نتحدث فيه عن نهايات الاتصال، فراح يكون اليوم القسم الثاني من هذا التشابتر، القسم الرئيسي الثاني هو موضوع الاتصال، فإن مفهوم الكونتينيوتي اللي هو مفهوم الاتصال. أول شيء بدنا نشوف تعريف الاتصال. ففي البداية راح نشوف تعريف الاتصال عند نقطة، يعني بدنا نشوف الاقتران متصل عند نقطة معينة ولا لا. بعدين نشوف تعريف الاتصال على فترة، ونشوف شو بنعمل في الفترات المغلقة، وبنكمل إلى آخره. في البداية في عندنا هذا التعريف الأول، هو تعريف الاتصال عند نقطة. في التعريف كالتالي: A function f is said to be continuous. الاقتران f نحكي عنه متصل. A function f is said to be continuous at x بيساوي c. الاقتران f نحكي عنه متصل عند النقطة x بيساوي c. هذا هو تعريف اتصال النقطة. متى؟ If following conditions are satisfied. إذا تحققت الشروط الثلاث التالي. لازم تحقق هاي الشروط أول بأول، يعني إذا الشرط الأول تحقق نفحص الثاني وبعدين نفحص الثالث. إذا الشرط الأول ما تحقق ما في داعي نشوف الباقي. فالشرط الأول إحنا بدنا ندرس الاتصال عند نقطة اسمها سي. فالشرط الأول لازم يكون الاقتران معرف عند سي. شو معنى الاقتران معرف عند سي؟ يعني النقطة سي هي نقطة تقع ضمن المجال، واضح؟ نقطة C هي نقطة تقع ضمن المجال. إذا كانت النقطة C تقع ضمن المجال نحكي عن F of C is defined، يعني الاقتران معرف عند النقطة C، واضح؟ لكن إذا كانت ليست من ضمن المجال، يعني مثلا لو جيت قلت لك وجد لي صورة أو هل الاقتران معرف عند السالب واحد للاقتران جذر X، أنت بتحكي لي لا، F ناقص واحد is not defined، غير معرفة، لأن السالب واحد لا يتقع ضمن مجال الجذر، وهكذا. هاي النقطة الأولى لازم يكون اقتران معرف عند النقطة C. النقطة الثانية إذا تحقق الشرط الأول بروح بختبر الشرط الثاني. الشرط الثاني لازم تكون النهاية موجودة، لازم تكون النهاية موجودة، واضح؟ والشرط الثالث لازم تكون النهاية بتساوي الصورة، لازم يكون النهاية بتساوي الصورة. إذا في عندنا ثلاث شروط لاختبار الاتصال عند نقطة. أول شيء لازم يكون الاقتران معرف عند هاي النقطة. الشرط الثاني لازم يكون النهاية عند هاي النقطة موجودة. والشرط الثالث لازم يكون النهاية عند هاي النقطة بتساوي صورة هاي النقطة. واضح؟ ثلاث شروط لازم تحقق لاختبار الاتصال. وفي عندنا مفاهيم هاي لازم نعرفها. المفهوم الأول continuous. continuous معناها متصل زي ما حكينا. continuous معناها متصل. not continuous معناها غير متصل. not continuous معناها غير متصل. و discontinuity معناها عدم اتصال. discontinuity معناها عدم اتصال. دائما مصطلح continuous و not continuous بستخدمه مع الفانكشن، فبحكي هذا الفانكشن continuous، هذا الفانكشن not continuous، يعني بستخدمها مع الاقترانات. و discontinuity و continuity بستخدمها مع النقاط، يعني discontinuity point معناها نقطة عدم اتصال، أو continuity point معناها نقطة اتصال، واضح؟ كلهم نفس المفهوم إنه هذا متصل وهذا لا، لكن متى بنستخدمها زي ما حكيت. هاي النقاط تعريفهم موجودة أمامك. خلينا نشوف معنى الاتصال بالرسم. ففي عندي هاي الأربع رسمات اللي أمامك. خلينا نشوف الرسم الأولى. الرسم الأولى الاقتران y بيساوي f of x، وهي النقطة c. إذا جينا بدنا ندرس الاتصال عند النقطة c بدنا نفحص الثلاث شروط. بالنسبة للشرط الأول هل الاقتران معرف عند النقطة c، فبلاحظ إنه الاقتران ما له أي صورة عند النقطة c، تمام؟ معناته الشرط الأول فشل. الاقتران is not defined. f of c is not defined. هذا هو الشرط الأول. is not defined. غير معرف عند النقطة c. ليش؟ لأنه ما له صورة.
لو جيت حكيت له صورة النقطة سي بتحكي له خلينا ندور، بظلك طالع لأنه هنا في ثغرة، هاي بسميها ثغرة أو سيركل، دائرة في الرسمة، معناته ما في عندك أي نقطة أو أي صورة عند هاي النقطة سي، واضح؟ فعشان هيك هنا الشرط الأول في اختبار الاتصال فشل، معناته هذا الاقتران غير متصل، وهي النقطة سي بسميها discontinuity point، نقطة عدم اتصال. فأنا كاتب لك هنا discontinuity at x بيساوي c، في عندك نقطة عدم اتصال اللي هي x بيساوي c. الأمور جدا بسيطة. بالنسبة للاقتران الثاني، لما أجي بدي أختبر عليه شروط الاتصال، أول شرط هل الاقتران له صورة عند النقطة C؟ نعم، اللي هي هاي النقطة، فلتكن مثلا أربعة هيك، صورة C هاي النقطة السوداء، خلينا نكتب عليها هاي صورة C، تمام؟ النقطة الزرقاء مثلا كان صورتها بتساوي مثلا خلينا نسميها A، واضح؟ إذا اقتران معرف عند النقطة C، الشرط الأول تحقق، و F of C equal A، يعني الشرط الأول F of C صورة C بتساوي A، يعني صورة C هذا كلام نعرفه. والآن بما أن الشرط الأول تحقق، بروح بختبر الشرط الثاني، هيك إحنا بنشتغل. فالشرط الثاني هو النهاية، هل النهاية موجودة عند النقطة C؟ فبنلاحظ أن النهاية من على اليمين بتساوي A، ومن على اليسار مثلا بتساوي B، بمعنى آخر النهاية مختلف من على اليمين ومن على اليسار، هذا يعني أن النهاية غير موجودة. فإذا كانت الصورة موجودة والنهاية غير موجودة أو مختلفة من على اليمين ومن على اليسار، هاي نقطة عدم اتصال، فإحنا بنسميها جمب، قفزة، صار عندي قفزة في الاقتران، هاي بنسميها جمب discontinuity at C، جمب discontinuity at C، واضح؟ توقع الأمور صارت واضحة. الآن بس نخلص بنحكي شغلة أهم من هذا كله. إذا بالنسبة للاقتران الثاني، الشرط الأول تحقق، له صورة، الاقتران معرف، والشرط الثاني النهاية غير موجودة لأن النهاية من على اليمين غير عن النهاية من على اليسار، فالليمت does not exist، تمام؟ تمام. الاقتران الثالث بختبر الشروط. الشرط الأول هل C لها صورة؟ نعم، هاي صورة C، هاي إذا الاقتران معرف عند C. الشرط الثاني هل الليمت موجودة؟ فالليمت احنا حكينا عن الفيرتيكال اسمتوت، خط التماثل العمودي، أو لو نسيت الموضوع فشوف النهاية من على اليمين فبتساوي موجب مع النهاية، والنهاية من على اليسار بتساوي أيضا موجب مع النهاية، تمام؟ موجب مال النهاية وموجب مال النهاية. الآن لو جيت بدك تفحص هل النهاية بتساوي صورة، أكيد ما راح تساويها لو شو ما كان عندك، لأنه مستحيل اقتران صورته تكون بتساوي موجب مال النهاية أو سالب مال النهاية، مستحيل نقطة تكون صورتها بتساوي موجب مال النهاية أو سالب مال النهاية، لأن هاي أعداد غير حقيقية، تمام؟ فمجرد ما تشوف اقتران عند نقطة معينة الليمت بتساوي موجب مال النهاية أو سالب مال النهاية، خلاص هذا اقتران غير متصل، لأن أنا متأكد الشرط الثالث ما راح يتحقق. أنا متأكد تماما الشرط الثالث ما راح يتحقق، لأنه مستحيل الصورة تساوي النهاية في هذه الحالة، تمام؟ عشان هيك هي بسميها infinite discontinuity at C، infinite discontinuity at C، الاقتران أو نقطة عدم اتصال عند النقطة C، سي نقطة عدم اتصال، السبب انها انفينيت، النهاية من على اليمين والنهاية من على اليسار تعطيك انفينيتي، او مجرد ما اشوف انا فيرتيكال اسمتوت محور تقارب عمودي على طول هذا الاقتران غير متصل عند هاي النقطة، وفي عندنا امثلة كثير، تمام؟ يعني زي مثال واحد على اكس تربيع، اصلا الاقتران غير معرف عند الواحد على اكس. فلو كان عندك اي سؤال، لو كان عندك اقتران متشعب مثلا عندك واحد على اكس تربيع وفي معناه خمسة، هاي لما اكس بيساوي صفر، اسرح شوف مثال زيه، فما بنستبغى الاحداث، بس الكلام اللي حكيته قبل شوي اظن انه كافي جدا لفهم هاي الاشكالية. طيب اخر شكل من اشكال الديسكونتينيوتي هو احنا بنسميه ريموفابل ديسكونتينيوتي. شو معنى ريموفابل ديسكونتينيوتي؟ معناته الصورة موجودة
والنهاية موجودة ومتساوية من اليمين واليسار، معناته النهاية موجودة وبتساوي العدد الحقيقي. وفي النهاية الصورة ما بتساوي النهاية، يعني هان الصورة بتساوي مثلا A والنهاية بتساوي B. بتلاحظ انه A لا تساوي B، اللي هي الشرط الثالث لا يتحقق بالنسبة للحالة الأخيرة. طيب تقريبا الحالة الأخيرة والحالة الثالثة بنفس المشكلة، يعني قصدي الشرط الأول تحقق والشرط الثاني تحقق، لكن الشرط الثالث لم يتحقق. لكن بالنسبة للحالة الثالثة، الشرط الثالث لم يتحقق لأنه عندك infinity، والشرط وبالنسبة للحالة الرابعة الشرط الثالث لم يتحقق لأنه النهاية طلعت معنا عدد حقيقي مش infinity، لكن ما ساوت الصورة. بس هذا الفرق بيناتهم. الآن بشكل عام لو شفنا أي رسمة، خلينا نرجع على الوايت بورد. فالآن لو بشكل عام لو شفنا أي رسمة مرسومة على الإكس واي بلين، ولو كان عندنا اقتران مثلا، خلينا نحكي على هذا الشكل هيك، تمام، وهيك إنفينيتي وهيك إنفينيتي رايح. فالآن لو جيت حكيت لك هل هذا اقتران متصل، فكيف بدك تجاوبني؟ مفروض انك تجاوبني على كالتالي: بيكون اقتران متصل، ومعنى الاتصال بالرسم انه الرسمه او النقاط تمثيل الاقتران او رسمه الاقتران تكون متصله دون انقطاع، هذا معنى الاتصال. فشو معنى ذلك؟ معنى ذلك لو جيت مشيت على الاقتران هيك تبعت معاه، بتلاحظ الاقتران عباره عن خط متصل دون اي انقطاع. حلو، معناته مفهوم الاتصال بالرسم انه يجب ان تكون الرسمه متصله دون انقطاع. فلو رجعنا على الحالات اللي شفناها قبل شوي، بنلاحظ ان الاقتران، خلينا نرجع للملف، فلو جينا على الحالات اللي قبل فبنلاحظ الاقتران هذا في عندك انقطاع، معناته الاقتران غير متصل عن سي، وفي عندك كان انقطاع سميناها قفزه، هذا الاقتران غير متصل عن سي، وهنا لو مشيت مع الخط صار في عندك انقطاع هنا، معناته الاقتران غير متصل عن سي، وايضا هنا في عندك انقطاع هنا، معناته اقتران غير متصل عن سي. هذا بمفهوم الرسم، وهنا بمفهوم الشروط اللي شفناها قبل شوي، تمام. فعشان يكون اقتران متصل لازم يحقق ثلاث شروط حكينا عنها، وايضا بالرسم حكينا قاعده بشكل عام. فلو كان عندك رسم وطلبت منك انك تدرس الاتصال عليها، سوي اللي حكيت لك عنه، يعني شوف في عندك انقطاع في الرسم ولا لا، وإذا كان في عندك اقتران بدك تختبر ثلاث شروط حسب العلاقة موجودة عندك، وحسب الأمثلة اللي راح نشوفها كمان شوي، تمام؟ طيب خلينا نكمل. هاي في عندنا مثال، مثال بحكي determine whether the following functions are continuous at x equal to، يعني حدد من الاقتران التالي هل هي متصلة عند x بيساوي 2. ففي عندي ثلاث اقترانات: f of x، g of x، و h of x. هاي الثلاث اقترانات بدي أشوف هل هي متصلة عندما x بيساوي 2 ولا لا. خلينا نشوف الأول، هذا هو الاقتران الأول، وأنا مقسمهم هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاث. خلينا نشوف الاقتران الأول، وبدنا نختبر ثلاث شروط واحد واحد. فننظر على الاقتران الأول، هو f of x بيساوي x تربيع ناقص 4 على x ناقص 2. الآن بدي أختبر الشرط الأول، هل الاقتران معرف عند 2، أو بمعنى آخر هل 2 تقع من ضمن مجال F؟ فإحنا بنعرف الاقتران النسبي أصفار المقام لا تكون ضمن المجال، والاثنين هي أحد أصفار المقام، معناته 2 غير معرفة في الاقتران F، أو بمعنى آخر صورة 2 is not defined، غير معرفة. معناته الشرط الأول فشل عندي، بما أن الشرط الأول فشل عندي على طول ما في داعي أشوف الشروط الأخرى، فبنحكي the function f is not continuous at x equal to، الاقتران f غير معرف أو غير متصل آسف عندما x بيساوي 2. ومرة أخرى السبب أن 2 غير معرف على مجال f، وحكينا لماذا. طيب الاقتران الثاني، خلينا نطفيها شوي. الاقتران الثاني هو g of x. الآن g of x أنا قاعد بشتغل على b، بدي أختبر الثلاث شروط.
الشرط الأول والثاني والثالث. الشرط الأول هل الصورة معرفة، فبنظر على الاقتران، هل اثنين معرف؟ الاثنين معرف في العلاقة الثانية، نعم اثنين معرف في العلاقة الثانية. إلى الصورة، شو صورة اثنين في هذا الاقتران؟ هي ثلاث، تمام. إذن صورة اثنين هي ثلاث، معناته الشرط الأول تحقق، فالاقتران معرف. F G of 2 is defined which and equal 3. صورة الجي صورة الاقتران عند النقطة 2 معرفة وبتساوي 3. طيب الشرط الثاني، هل النهاية موجودة ولا لا؟ فبدرس النهاية عند الاقتران جي، للاقتران جي عند النقطة 2. فلما بس خلينا شوي نحكي في موضوع النهاية. احنا حكينا النهاية ما بروح افحص صورة الاقتران عند النقطة نفسها عند اثنين، لا بروح بفحصها عند اي عدد قريب من اثنين ولا يساوي اثنين، تمام. فعشان هيك احنا لازم نشتغل على العلاقة لفوق عشان ابحث في النهاية، ما بشتغل في العلاقة لتحت. انا بدي ادور على الاعداد لا تساوي الاثنين لكن قريبة جدا من اثنين، هذا مفهوم النهاية، تمام. فعشان هيك انا اشتغلت علمت لما X تقترب الاثنين في العلاقة لفوق ما نظرت نهائيا للي تحت، فصارت عندي X تربيع ناقص 4 على X ناقص 2، وهي بتساوي بالتعويض المباشر 0 على 0، واشتغلنا في مثال زيها. فبما أنه بتساوي 0 على 0 معناته في عندي تحليل، فحاب نشتغلها هنا نشتغلها ما في مشكلة. فعندي X تربيع ناقص 4 على X ناقص 2، وهي بتساوي X ناقص 2 في x زائد 2. حكينا لما تطلع معاك 0 على 0 هي x 2، هي بتساوي 0 على 0 لما اعوض 2، معناته في عندي عامل مشترك هو x ناقص 2. x ناقص اللي صفر البسط المقام، تحدثنا في هذا الموضوع كثير. فبنلاحظ انه في عندي لازم يكون في عندي حد اسمه x ناقص 2 في البسط، فبنطلع من خلال التحليل اختصر بصف عندك x زائد 2 اللي هي موجوده عندك على هذا الشكل. فلما عوض اثنين بطلع معي نتيجة النهاية 4، وطبعا هذا مثال أكيد شفناه سابقا. إذن الشرط الثاني تحقق، النهاية موجودة وتساوي 4. الآن ضل نختبر الشرط الثالث، هل الصورة بتساوي النهاية ولا لا؟ فبنلاحظ أن الصورة بتساوي 3 والنهاية بتساوي 4. إذن بنحكي الليمت عند 2 لا تساوي الصورة عند 2، النهاية عند 2 لا تساوي الصورة عند 2. إذا الشرط الثالث فشل لم يتحقق، وأنا كاتب لك لأن الصورة بتساوي النهاية بتساوي 4 والصورة بتساوي 3، يعني هنا بشكل آخر هذا يعني أن الاقتران غير متصل عند 2، ف the function g is not continuous at x equal 2. طيب هذا بالنسبة للاقتران g. الاقتران h تقريبا نفس الاقتران جي إذا مسحنا الخطوط اللي كاتبينها، فالاقتران جي نفس الاقتران اتش، لكن جيت أنا غيرت أو جينا غيرنا صورة اثنين سويناها 4 أساس أنه تصير النهاية بتساوي الصورة. فمرة أخرى نفحص الشروط الثلاث. الشرط الأول، هل الاقتران معرف عند اثنين؟ نعم معرف عند اثنين، اثنين لها صورة وبتساوي 4. هل النهاية موجودة؟ هي نفس النهاية في الجي، نعم موجودة وتساوي 4. الشرط الثالث، هل النهاية بتساوي الصورة؟ نعم النهاية بتساوي الصورة. إذن ثلاث شروط تحققوا معي. هذا يعني عندما تحققت ثلاث شروط هذا يعني أن الاقتران متصل عند 2 و the function h is continuous at x equal 2. الاقتران متصل عند x بيساوي 2. إذن هذا الاقتران متصل، هذا الاقتران غير متصل، وهذا الاقتران أيضا غير متصل. إذن عشان ندرس اتصال لأي اقتران بختبر الثلاث شروط اللي حكيناها، إلا إذا كان هذا اقتران على اقترانات راح نشوفه بعدين، فراح يصير عندنا بعدين تعميمات على اقترانات كثيرات الحدود، على اقترانات النسبية، و يعني مجرد ما أشوف أي اقتران كثير حدود بحكي عنه continuous أو لا حسب اللي راح نشوفه بعدين. فلو جاك اقتران خصوصا اقترانات متشعبة بدنا نشتغل على هذا الشغل. طيب الآن بدنا نشوف مفهوم continuity on interval، هاي معناتها الاتصال على فترة. فلما نحكي اتصال على فترة احنا بنعرف انه في عندنا فترات مغلقة وفي عندنا فترات
مفتوح. طبعا لما نحكي فترات مغلقة يمكن تكون مغلقة من على جهة ومفتوحة من على جهة، فأنا بدي أحكي عن الفترات بشكل عام. فمجرد ما أشوف إغلاق معناته بدي أدخل في كيس معين، مجرد ما أشوف فترة مفتوحة بدي أدخل في تعريف معين. في التعريف الأول راح أشوف الفترات المفتوحة بشكل عام، متى بحكي عن اقتران متصل على فترة مفتوحة؟ لما يتحقق عنده التالي: If a function f is continuous at each number in an open interval a b، هاي معناتها إذا كان اقتران f متصل على كل الأعداد في الفترة المفتوحة a b، معناته نسمي الاقتران متصل على فترة a b. Then we say that f is continuous on a b. فمعنى اتصال على فترة مفتوحة إنه لازم يكون الاقتران متصل على كل نقطة جوا الفترة، كل نقطة جوا الفترة، وبقصد في كل نقطة جوا الفترة مش شرط يكون فيها A و B لما تكون الفترة مفتوحة. أنا بقصد كل الأعداد اللي بيناتهم. هذا تعريف الفترة المفتوحة، لأن A مش داخله وB مش داخله، فهاي معنى فترة مفتوحة إلى آخره. وهذا تعريف صحيح. This definition applies in infinite to infinite open intervals of the form اللي موجود عندنا. فهذا تعريف صحيح لأي فترة مفتوحة، سواء كانت من عدد لعدد أو من عدد لما لا نهاية، أو من ناقص ما لا نهاية لعدد أو من ناقص ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية. هاي كلها بنسميها open intervals شو ما كان عندي. فإذا كان الاقتران متصل على كل نقطة جوا هاي الفترة، على كل نقطة بسميه متصل على الفترة كاملة. تمام. وفي عندي هذا تعريف مهم جدا، إذا كان الاقتران متصل على جميع الأعداد الحقيقية أو على الفترة من ناقص ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية، هذا الاقتران بطلق عليه continuous everywhere. We will say that f is continuous everywhere. فيمكن يجيك سؤال مثلا شو معنى f is continuous everywhere؟ معناته f is continuous on minus infinity to plus infinity. الاقتران متصل على الفترة من ناقص ما لا نهاية لموجب ما لا نهاية. هاي معنى continuous everywhere. تمام؟ طيب راح نشوف أمثلة أيضا على ذلك، بس خلينا نشوف مفاهيم. أي بالنسبة لفترات مفتوحة بشكل عام. الآن بالنسبة لفترات مغلقة: A function f is said to be continuous in a closed interval a b. بنسمي الاقتران متصل على الفترة المغلقة a b. الآن دخلت عندي a و b ضمن فترة الاتصال. واضح شو الفرق بين هاي وهاي؟ هاي a داخل ضمن الفترة، وهاي b داخل ضمن الفترة لأنها فترة مغلقة. تمام. فبحكي عن اقتران متصل على فترة مغلقة a b متى؟ If the following conditions are satisfied. إذا تحققت الشروط الثلاث التالي. وركز معي، الشرط الأول يجب يكون اقتران متصل على الفترة المفتوحة. فبدرس الاتصال على كل الأعداد ما عدا أطراف الفترة. واضح؟ بدرس الاتصال على كل الأعداد ما عدا أطراف الفترة، فهي بسميها أطراف الفترة A و B. واضح؟ فلازم يكون اقتران متصل على كل الأعداد اللي جوا هاي الفترة ما عدا أطراف الفترة. هذا بمعنى الشرط الأول. الشرط الثاني والثالث هم شروط مختصين في أطراف الفترة. واضح؟ فأنا أول شيء بدرس الفترة من الداخل بعد ما أتأكد أن الاقتران متصل عليها، بعدين بروح أفحص أطراف الفترة. فالشرط الثاني مختص في طرف الفترة A، والشرط الثالث مختص في طرف الفترة B، أو طرف الفترة اليسار وطرف الفترة اليمين. فF is continuous from the right. هذا في عندنا مصطلح الآن، في عندنا مصطلح جديد هو continuous from the right و continuous from the left. هذول المفهومين بستخدمهم لما أدرس أطراف الفترة فقط. واضح؟ فالاتصال من اليمين أو الاتصال من اليسار مصطلحات نستخدمهم في دراسة الاتصال على أطراف الفترات فقط. تمام؟ فشو معنى continuous from the right؟ continuous from the right معناها النهاية لما A، لما X يقترب A من على اليمين لا يجب أن تساوي الصورة لهذا الاقتران عند A، و continuous from the left نهاية لما X يقترب B من على اليسار يجب أن يساوي الصورة. طيب بس هيك أنه بشكل سريع جدا، ليش أنا بدرس فقط من على اليمين وليش بدرس فقط من على اليسار؟ لما نحكي فترة مغلقة، هي عندنا خط أعداد مثلا، لما نحكي فترة مغلقة هي فترة مغلقة من A إلى B. تمام، بحاول أغمقها عشان تبين أنها مغلقة. هي A إلى B. طبعا بما أن فترة مغلقة معناته اقتران معرف إلى، معناته في له صورة، اعتبارات كثيرة.
الآن يعني زي مثلا جذر إكس، إحنا كنا نحكي إنه المجال من صفر إلى ما لا نهاية معناته الصفر معرفة، وجذر الصفر صفر. ليس الآن ليش أنا بدرس continuity from the right و continuity from the left، أو الاتصال من على اليمين الاتصال من اليسار؟ فمعنى الاقتران على هاي الفترة معناته فقط من عند A بالتحديد لغاية B، هاي الفترة مغلقة من A إلى B، فما في عندي أي عدد على يسار A معرف على هاي الفترة. الأعداد المعرف على هاي الفترة هي فقط على يمين A، يعني هذا ضمن الفترة، هذا ضمن الفترة، وهذا ضمن الفترة، تمام؟ لكن هذا ليس ضمن الفترة، خلينا نحطه باللون الأحمر، هذا ليس ضمن الفترة، تمام؟ هذا ليس، هذا برا الفترة أصلاً، أقل من A برا الفترة، وأكبر من B برا الفترة. عشان هيك أنا ما بقدر أدرس النهاية لما X يقترب لـ A من على اليسار، X يقترب لـ A من على اليسار، ما بقدر أدرسها لأنها برا الفترة. والنهاية لما X يقترب B من على اليمين، ما بقدر أدرسها لأنها برا الفترة. فعشان هيك أنا بس بقدر أدرس النهاية من على يمين A والنهاية من على يسار B. السبب في ذلك هذول الأعداد هم اللي فقط، أو هاي الجهات هي اللي فقط موجودة ضمن الفترة. أي الأعداد باللون الأحمر أو الجهات باللون الأحمر هي خارج هاي الفترة. عشان هيك ما في عندي ليمت لما X يقترب لـ A من على اليسار، وما في عندي ليمت لما X يقترب لـ B من على اليمين. فأنا فقط بدرس أو بقدر أدرس هذول، تمام؟ فبندرس النهاية من جهة واحدة فقط في هذه الحالة، على أساس أنه تكون جوا الفترة، وهذا معنى اتصال من على اليمين واتصال من على اليسار. وزي ما حكيت لك هذول مفهومين مختصات فقط في دراسة أطراف الفترة. للمرة الثانية أو الثالثة حكينا هذا الموضوع. طيب خلينا نكمل. في عندي الاقترانات الموجودة أمامك. بالنسبة لهذا الاقتران، هذا الاقتران معرف على فترة AB، واضح؟ والآن هل هذا الاقتران متصل على فترة موجودة؟ نعم. فالآن بدي أدرس أو بدي أشوف شو هي الفترة اللي بكون عليها الاقتران متصل. بالنسبة لكل إشي جوا الاقتران، فبنلاحظ أن الاقتران متصل، ما في عندك أي انقطاع وعندك أي إشي، الرسمي واضح جدا، الاقتران متصل، تمام؟ فإحنا قاعدين نشوف إشي جوا الفترة. الآن إن إحنا شفنا الاتصال داخل الفترة، ممتاز. الآن بدنا نشوف أطراف الفترة. أطراف الفترة هم A و B. طرف الفترة A بدي أشوف الـ continuity from the right، الاتصال من على اليمين زي ما حكينا، عشان مش معرف برا أو على يسار A، معرف جوا A. فبتلاحظ أنه الليمت من على يمين A، هاي الليمت اللي هي هنا، ما بتساوي الصورة. خلينا نشوف زي ما حكينا قبل شوي، لأنه أنا مش مبين الصورة قديش بالضبط، بس خلينا نعتبر أنه هاي النقطة بتقابلها A وهاي النقطة بتقابلها B. فبنلاحظ أنه صورة A موجودة و B موجودة. خلينا نغير الرموز، بس خلينا نقول CD أو أي رمزين مثلا V و W، أي V و أي W. فنهاية لما X يقترب لA من على اليمين، هاي معنى X يقترب لA من على اليمين، ها وين بتضرب؟ تضرب هنا، معناته V. النهاية لما X الليمت، خلينا نكتبها، لما X يقترب لـ A من على اليمين للاقتران F of X، هاي بتساوي V. لكن الصورة F of A شو بيساوي؟ W. هاي لا تساوي هاي، تمام؟ معناته الاقتران غير متصل from the right of A، يعني الاقتران غير متصل عند النقطة A، هاي غير متصل، تمام؟ انتهينا. بالنسبة لطرف الفترة الثاني B، فبنلاحظ أن الصورة بتساوي النهاية من على اليسار، هاي النهاية من على اليسار، هاي B، هاي يسار B، فوين بتضرب؟ تضرب فوق. فالليمت تقريبا بتساوي الصورة، الليمت من على اليسار بتساوي الصورة، معناته الاقتران متصل عند B. فعشان هيك فترة الاتصال هي من A مفتوحة لB مغلقة، تمام؟ عشان هيك احنا هيك كتبنا فترة الاتصال، لأنه هنا اتصال غير متصل، الاقتران غير متصل عند A، فطلعناها برا فترة الاتصال، فترة الاتصال.
وبي متصل عندها الاقتران، فعشان ايش حطيناها مغلقه. واضح؟ الاقتران الاخر موجود العلاقه عندي هي جذر 9 ناقص اكس تربيع، وهيك رسمته زي نصف دائره. وهذا الاقتران بدنا نشوفه لو متصل على فتره من ناقص 3 الى موجب 3. فبالنسبه للاعداد اللي بين ناقص 3 وموجب 3، انا قاعد بتحدث عن الاعداد هاي، فبنظر في الصوره ما بلاحظ عندي اي انقطاع او اي خلل في الرسم، فلاحظ ان الرسم متصله دون اي نقطه خلاف. فانتهينا. الان بدرس طرد فتره اليسار، فبلاحظ ان الصوره بتساوي النهايه، يعني النهايه تقريبا صفر والصوره بتساوي صفر. ومن على اليمين نفس الشيء، بدرس الليمت من اليسار الثلاث، بلاحظ انها تقريبا بتساوي الصفر وهي بتساوي الصوره. اذا الاقتران متصل على فتره مغلقه من ناقص 3 ل 3، فدخلنا اطراف الفتره، لان الاقتران متصل على اطراف الفتره الاثنين، الطرف اليسار والطرف اليمين، عكس الاقتران اللي قبل كان الاقتران غير متصل عن طرف الفترة A لكن متصل عن طرف الفترة B، فكتبناه على هذا الشكل، هو فترة مفتوحة من عند A ومغلق من عند B. حلو. طيب، في عندنا خصائص للاتصال، فهذه الخصائص تقريبا زي خصائص الليمت، وخلينا نحكيها بشكل عام. إذا كان عندك اقترانين F و G متصلات عند نقطة معينة اسمها C، معناته حاصل جمعهم متصل عند C، وحاصل طرحهم متصل عند C، وحاصل ضربهم متصل عند C، وحاصل قسمتهم متصل عند C. تمام؟ إذا كانت C مش صفر مقام، حاصل قسمتهم متصل عند C is continuous. إذا كان C ليس صفر مقام، وبتكون سي discontinuity نقطة عدم اتصال إذا كان المقام بيساوي صفر، أو بمعنى آخر اقتران في حالة القسم المتصل مع عدا أصفار المقام. تمام؟ طيب، بدي أشوف الآن مفهوم الاتصال على اقتران كثير الحدود واقتران النسبي. طبعاً يعني الموضوع هذا جداً ممتع وجداً بسيط باستخدام هاي النظرية، فبصير عندي موضوع جداً بسيط. النقطة الأولى في هذه النظرية polynomials is continuous everywhere، انتهى نقطة وانتهى الموضوع. وتعميم ممتاز، شو معناتها؟ الاقترانات كثيرات الحدود متصلة على خط الأعداد كامل، متصلة على الأعداد الحقيقية، فمعناته الاقتران كثير الحدود ما في عنده ولا نقطة عدم اتصال من الآخر. طيب ليش هذا الكلام؟ لأنه تعريف النهاية في اقتران كثير الحدود هي تعويض مباشر، بمعنى آخر النهاية دائما بتساوي الصورة، يعني الصورة موجودة والنهاية موجودة والنهاية بتساوي الصورة، فثلاث شروط الاتصال تحققت في اقتران كثير الحدود. واضح؟ عشان هيك دائما مجرد ما تشوف أي اقتران كثير الحدود هذا على طول متصل بدون ما تفكر وبدون ما تحل. حلو التعميم. النقطة الثانية بالنسبة للاقترانات النسبية، فالاقتران النسبي بمعنى آخر، خلينا نحكي هذا بشكل عام وأبرر لك ليش. بنرجع لمفهوم الاقتران النسبي. مفهوم الاقتران النسبي يعني كثير حدود على كثير حدود، وإحنا حكينا كثير الحدود متصل دائما، فعشان هيك الاقتران النسبي متصلة دائما ما عدا أصفار المقام. هذا معنى الكلام كله. معنى الكلام كله إنه الاقتران متصل ما عدا النقاط بتخلي الدومينيتر اللي هو المقام يساوي صفر. واضح؟ فأنا كاتب لك هنا دينومينيتر المقام، بمعنى المقام دينومينيتر في الاقتران النسبي بيكون متصل دائما ما عدا أصفار المقام أو ما عدا النقاط بتخلي المقام بيساوي صفر. إذا مجرد ما أشوف مرة أخرى اقتران كثير حدود خلاص متصل ما في داعي أدرسه أو أفحصه، ومجرد ما أشوف اقتران نسبي بقول عنه متصل ما عدا أصفار المقام، فبروح بشوف متى المقام بيساوي صفر، بستثني هاي النقاط من الاتصال بس. طيب، خلينا نشوف هذا المثال. فالمثال بيحكي لي for what values of x is there a discontinuity in the graph.
مثال بحكي لي شو القيم اللي بتخلي الاقتران أو الرسم التالي غير متصل؟ شو القيم اللي بتخلي الاقتران غير متصل؟ فإحنا بدنا نبحث عن الأعداد اللي بيكون فيها الاقتران غير متصل. فبما أنه الاقتران أمام الاقتران نسبي، معناته هذا الاقتران بيكون غير متصل عند أصفار المقام بس. فأنا كاتب هذا the function is not continuous when the denominator is zero. الاقتران غير متصل لما المقام بيساوي صفر. فشو بسوي؟ باخذ المقام، هي خلنا المقام x تربيع ناقص 5x زائد 6، بشوف متى بيساوي صفر، بحلل المعادلة التربيعية حللناها. إذا المقام بيساوي صفر عندما x بيساوي 2، عندما x بيساوي 3، بمعنى آخر الاقتران غير متصل عندما x بيساوي 2، عندما x بيساوي 3. تمام؟ الاقتران غير متصل عندما x بيساوي 2، عندما x بيساوي 3. هذا لما تجي أسألك عن نقاط عدم الاتصال. لكن لو جيت سألتك متى هذا الاقتران متصل، بدك تحكي لي الاقتران متصل is continuous at، هيك بتحكي لي، ناقص ما لا نهاية. تمام؟ يعني فترة كل أعداد حقيقية، خط الأعداد الحقيقية بدي أشيل منه 2 والثلاث، 2 والثلاث، وبصير عندك أنت ثلاث فترات بدي أعبر عنها كالتالي: ناقص ما لا نهاية لاثنين اتحاد، 2 لثلاث اتحاد، من ثلاث لما لا نهاية. أي اتحاد، دير بالك. تمام؟ فهاي الفترة بكون فيها اقتران متصل، وهاي النقاط عدم الاتصال، يعني حسب السؤال شو بطلب منك. تمام؟ موضوع جدا بسيط، مجرد ما أشوف أي اقتران نسبي ببحث عن أصفار المقام بستثنيها من فترة الاتصال. طيب، في عندي هذا المثال، طبعا هذا مثال للاستعراض وجدا بسيط، يعني شايف جزء انه هيك كبير مثال، لكن هو جدا بسيط. فهذا المثال شو بيحكي لك؟ شو ذات absolute value of x is continuous everywhere، اثبت ان القيم المطلقه لx متصله دائما او متصله على جميع الاعداد الحقيقيه. حلو، جيت عرفنا وجينا عرفنا قيم مطلقه او عدنا تعريف القيم المطلقه. احنا كنا نعيد تعريف القيم المطلقه على الشكل الاقتران متشعب، لكن كنا نكتب زي هيك، يعني نفس الاشي ترى، بس خلينا نشوف شو الفرق. كنا نكتب x اكبر او يساوي صفر و x اقل من صفر. تمام، كنا نكتب على هذا الشكل، هو نفسه هذا الشكل، لكن هنا فصلنا كل فترة على حدة، يعني الموجبات، الاعداد الموجبة، الاعداد السالبي، ولما x بيساوي صفر شو صورتها. انا جيت عوضت صفر، قيمة مطلقة صفر صفر خلاص. شو الغاية من هذا الكلام؟ الكلام راح نشوفه بعدين. طيب، حتى لو ظلت زي هيك ما فيها أي مشكلة، لكن زيادة خطوات كانت عندي على أساس إنه نشوف مفهوم الاتصال بشكل أدق. هسه بتشوف شو الفرق بيناته، أو ما في فرق أصلاً. طيب، جيت عرفت الاقتران على هذا الشكل x صفر ناقص x. الآن جينا حكينا هنا بما إنه x وناقص x عبارة عن اقتران كثيرات حدود، هذا بقدر أعتبره اقتران كثير حدود، وهذا بقدر أعتبره أيضا اقتران كثير حدود. فشو معناته؟ معناته هذا اقتران متصل على مجاله أو على أعداد حقيقية كلها، هذا اقتران متصل على مجاله وأعداد حقيقية كلها، لكن هذا اقتران معرف من صفر لما لا نهاية، وهذا اقتران معرف من ناقص ما لا نهاية لصفر. فعشان هيك مكتوب عندك x is continuous على هاي الفترة. ليش؟ لأنه x بقدر أعتبره كثير حدود، وناقص x متصل على هاي الفترة. ليش؟ لأنه ناقص x بقدر أعتبره كثير حدود. إذا شو ضل عندي؟ ضل عندي أدرس اتصال عنده صفر، بس عنده صفر، لأن هاي الاقتران متصل على الفترة كاملة، وهاي الاقتران متصل على الفترة كاملة، شو اتصال عنده صفر. فالاتصال عنده صفر، بدي أشوف هل الاقتران معرف، هل الليمت موجودة، هل الليمت بتساوي الصفر، الصورة إلى آخره. فالاقتران معرف عند الصفر، نعم معرف، صورة الصفر بتساوي صفر، الشرط الأول تحقق. الشرط الثاني، هل النهاية موجودة؟ بدي أشوف النهاية من على اليمين، النهاية من على اليسار. النهاية من على اليمين أنا بدرسها في هذا الاقتران، هذا من على اليمين وهذا من على اليسار. فمن على اليمين لمت لما x يقترب من الصفر عند x هاي بتساوي صفر، وهاي في خطأ هنا، هي ناقص x، بس نفس الحل، هاي ناقص x، دير بالك. ف ليش؟ لأنه بدرس النهاية من على اليسار، بدرس العلاقة لتحت، والنهاية من على اليمين بتساوي صفر، والنهاية من على اليسار بتساوي صفر، معناته النهاية موجودة،
وبتساوي صفر، والصورة بتساوي النهاية هي صفر. هذا معناته الاقتران متصل عندما x بيساوي صفر عند النقطة هاي. هذا معناته الاقتران متصل على جميع الأعداد الحقيقية، لأن الاقتران متصل على هاي الفترة وعلى هاي الفترة وعلى هاي النقطة. طبعا هذا كله استعراض، أنا بقدر أستغني عن هذا كله بالرسم. إحنا بنعرف رسمة اقتران قيم مطلقة اللي هي على هذا الشكل. خلينا نحط خط مستقيم أحسن. صرت أعرف أرسم هذا اقتران قيم مطلقة على هذا الشكل. فبتلاحظ أن رسمة اقتران قيم مطلقة ما فيها انقطاع ولا فيها أي مشكلة، يعني نقدر من البداية بالرسم نحدد كل شيء. وبتقدر أيضا خلينا نمسح إيش، نمسح هذا، يعني بدي أركز على نقطة معينة. نقدر من البداية نسهل حالنا الكلام كله بإعادة تعريف على هذا الشكل. عندي اقترانين، هذا اقتران متصل على مجاله، معناته اقتران متصل من صفر لما لا نهائي. هذا اقتران متصل على مجاله، معناته اقتران هذا متصل من صفر ناقص من النهاية للصفر. بما أنها ما في مساواة خلينا نحطها مفتوحة، مع أنه نفس الشيء. اتحاد، شو معنى هذا اتحاد؟ هذا معناته كل الأعداد بتناقص من النهائي الموجب مجموعي على طول. هذا كثير حدود متصل، هذا كثير حدود متصل، اجمعهم مع بعض بيعطيك هذا الكلام من البداية. فزي ما حكيت لك، أنا كنت حاب أعطيك الصورة اللي كان كاتب فيها الكتاب طريقة المثال، بس زي ما حكيت لك للاستعراض، إنه عشان أفرجيك إنه اقتران متشعب، بروح أشوف النهاية من اليمين النهاية من اليسار، كلام زيادة. فإحنا من البداية بتقدر تعتبر هذا الكلام أو باستخدام الرسم، الأمور كلها بتؤدي إلى روما. شو هي روما؟ الاقتران كثير الحدود متصل على جميع الأعداد الحقيقية، أو آسف، اقتران قيم مطلقة متصل على جميع الأعداد حقيقي. طيب آخر مفهوم موجود عندي هو continuity of compositions، الاتصال للتركيب. نذكر تركيب اقترانات F بعد G و G جوا و F برا وإلى آخره. فعند هاي النظرية، إذا كان اقتران أو إذا كانت النهاية موجودة والاقتران F متصل، معناته نقدر نفوت الليمت من خلال الاقتران F إلى آخره. فأنا بدي أعطيك الخلاصة من هذا الموضوع. الخلاصة من هذا الموضوع، إذا كان عندي هذا الكومبوزيشن F بعد G زي ما إحنا شايفين، وإذا كان الاقتران F متصل، يعني هاي النقطة بس، إذا كان الاقتران F متصل معناته بقدر أفوت الليمت جواتها. بس إذا كان عندي كومبوزيشن تركيب وكان الاقتران متصل، بقدر أفوت الليمت جوا الاقتران بس، زي هيك. هذا معنى هاي النظرية. فزي هذا، هاي النقطة عندي هاي الليمت، وعندي أي اقتران جوا القيم المطلقة، بما أنه القيم المطلقة متصلة معناته بقدر أفوت الليمت جوا القيم المطلقة. ففوتنا الليمت أو دخلنا الليمت جوا القيم المطلقة على هذا الشكل بكل بساطة. تطبيق عليها، هاي المثال عندي ليمت برا القيم المطلقة، وجوا القيم المطلقة في عندي اقتران، فبنقدر ندخل الليمت جوا القيم المطلقة. دخلنا الليمت جوا القيم المطلقة، صار عندي 5 ناقص x تربيع، النهاية عندي 3، هذا اقتران كثير حدود، تعويض مباشر، عوض 5 ناقص 9 يعني ناقص 4 جوا القيم المطلقة وبتساوي 4 بس. فهي النقطة اللي بدك تفهمها، اقتران متصل النهاية بتفوت جوا الاقتران المتصل وبس. وهاي النقاط النظرية أيضا بشكل أهم. فإذا كان الاقتران الداخلي متصل عند C والاقتران الخارجي متصل عند صورة C، معناته التركيب متصل عند C، هاي معناها. طبعا هذا كلام 90% نظري، يعني نشوف عليه السؤال نسبته 10%، يعني بس هيك للعلم فقط. والنقطة الثانية، إذا كان الاقتران G متصل بكل مكان والاقتران F متصل، قصدي متصل everywhere، continuous everywhere، والاقتران F continuous everywhere، معناته حاصل تركيب continuous everywhere. ملاحظات بسيطة بس هيك للعلم. وهذا التعميم اللي لازم نعرفه، يعني كاتب لك كلام بشكل عام، حاصل تركيب اقترانين متصلين انه اقتران متصل خلاص. بلاش نشوف أكثر عن هاي النظريات، لأن النظريات واضحة وما في عليها أي سؤال
مباشر، تمام لغاية الآن. آخر شيء موجود عندي، لو شفنا هذا المثال، طبعا هذا يعني الملاحظة بكتب لك إياها هنا، خلينا نشوفه بشكل آخر. في عندي الآن حاصل تركيب اقترانين في العقل، الاقتران الخارجي هو القيم المطلقة، والاقتران الداخلي هو 4 ناقص إكس تربيع. الآن الاقتران الداخلي هو 4 ناقص إكس تربيع، اقتران كثير حدود، continuous everywhere. حلو؟ هاي النقطة خلينا نعيدها، الاقتران الداخلي اقتران كثير حدود، continuous everywhere. انتهينا. الاقتران الخارجي هو اقتران قيم مطلقة، continuous everywhere. إذن حاصل تركيبهم continuous everywhere. فعشان هيك حاصل تركيب من كونتينوس افريوير. حتى بالرسم نلاحظ انه كونتينوس افريوير، حكينا شو معنى كونتينوس افريوير، معناته متصل على جميع الاعداد الحقيقيه، متصل على جميع الاعداد الحقيقيه. هذا معنى هاي السلايد تقريبا كامله بمعنى اخر بالتركيب واللي من تفوت جوا والى اخره. طيب في النهايه في عندنا سؤال 2 صفحه 98 في الكتاب، وسؤال 31 صفحة 99 أيضا في الكتاب، وجبت لك إياهم من الكتاب على هذا الشكل، هذا سؤال 2 وهذا سؤال 31. هذول أسئلة حلهم تقريبا، يعني خلينا نقول هيك احنا بنجيب الأسئلة في الامتحان بالنسبة لموضوع الاتصال تقريبا زيك، يعني ما بدنا نقول لك احنا بنجيب لك الأسئلة زي هيك، لأنه 90% من الأسئلة راح تكون في موضوع اتصال، وخلينا نقول 80% راح تكون على هذا الشكل. فهذول السؤالين فيهم أفكار حلوة، وهاي الأفكار هي اللي إحنا بنحطها تحت المجهر في موضوع الامتحانات. وأنا شايف هاي الأفكار هي اللي بتعزز فكرة الاتصال عند الطالب. بالنسبة للسؤال 2 طبعاً واضح، فإذا بدك نشرحه بحكي لك suppose that f and g are continuous functions. افترض انه f و g عبارة عن اقترانات متصلة such that، بحيث انه صورة 2 بتساوي 1 في الاقتران f، والنهاية عند 2 ل f of x زاد 4 g of x بيساوي 13. هاي معلومات او معطيات السؤال، الاقتران F متصل و G متصل، وصورة 2 عند F كذا، والليمت كذا بيساوي كذا، مطلوب منك وجود صورة ال G عند 2، ووجد النهاية لما X يقترب ال 2 عند G F X. اقتران G متصل ترى، اقتران G متصل، اقتران F متصل، صورة بتساوي النهاية، اشتغل عليه شوف شو بصير معك. جدا بسيط هذا المثال. ومثال آخر أتوقع شفت زيه كثير في المدارس، أتوقع أنا معنى أيامنا كنا نشوفه. في المثال شو بحكي لك، find the values أو find values of the constants k and m، أوجد قيم الثوابت k و m if possible، إذا قدرت يعني أو إذا تحققت، وهي راح تتحقق يعني هاي الكلمة هيك زيادة، that will make the function f continuous everywhere. مرة أخرى بالعربي، أوجد قيم K و M اللي بتخلي هذا الاقتران متصل دائما. من الآخر هذا الاقتران متصل لأنه أعداد حقيقية، لأنه كثير حدود، هذا الاقتران متصل لأنه كثير حدود على فترته يعني، بس ده إيش شوف الاتصال عند أطراف الفترة، بس عند نقاط التشعب، شوف النهاية من اليمين النهاية من اليسار، شوف النهاية من اليمين النهاية من اليسار للاثنين وللواحد للناقص واحد، شوف شو بصير معك. الاقتران لازم يكون متصل، عشان يكون متصل لازم يكون هنا اليمين صار هنا صار. شوف بصير معك، بصير عندك معادلتين بمتغيرين وبطلع عن قيم متغيرات. سلامتك. حلهم، بتمنى انك تحلين انت، وانا في اخر محاضرة تبعت المراجعة راح احط مثالين هذول وحلهم مرة اخرى، ونفس الشيء في عندنا محاضرة مراجعة راح يكون فيها اسئلة كثير، عشان أنا بشوف أي موضوع ما أعطيته حقه كثير بعطيه حقه وأكثر، زي ما سوينا في شابتر زيرو. وفي النهاية الله يعطيكم العافية، وبتمنى لكم التوفيق دائما، وتابعوا الإعلانات للضرورة أو تابعوا المنصة للضرورة،
يعني في الأيام الجاية راح يكون في كلام كثير عشان الامتحانات وإلى آخره. الله يعطيك العافية وأشوفك على خير إن شاء الله.